الأول للأسواق المالية في إكويتي جروب لينا قنوع للحديث عن العملات الأجنبية وتقلبات الأسعار بشكل عام. أهلا وسهلا بك معنا أستاذة لينا. إذا بداية كما نلاحظ هناك تباين واضح في أسعار العملات مقابل الدولار، ما هي العوامل التي تؤثر عليه اليوم بعد الافتتاح؟ اهلا بك. ما زال الدولار الامريكي ومؤشر الدولار الامريكي عم نشاهد فيه ارتفاعات في ظل انه توقعات بتقليص برامج التيسير الكمي وبرنامج شراء الاصول البالغ 120 مليار دولار شهريا في نوفمبر، فالاسواق يعني تترقب ذلك او تحتسب ذلك بان يكون هناك تقليص، فهذا يؤدي الى ارتفاع في الدولار الامريكي. ايضا من جهه اخرى عوائد سندات الخزانه الامريكيه لعائشة العشر سنوات عم نشاهد ارتفاعات بأكثر من 1.53%. توقعات ربما هناك توقعات من بنوك عالمية تتوقع أن تصل عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات 2%، فهذا عم يدعم ارتفاع المؤشر الدولار الأمريكي. يعني ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية يعني انخفاض في السندات. فإذا نظرنا أيضا إلى العملات المقابلة للدولار الأمريكي، الين الياباني، الدولار مقابل الين عم نشاهد انخفاضات، شهدنا أمس انخفاضات قوية على الين وارتفاعات للدولار مقابل الين الياباني، وذلك باستمرار سياسة البنك المركزي الياباني بسياسته التحفيزية، وأنه سيستمر في سياسته التحفيزية حيث بأن هناك بالتالي تحتاج اليابان إلى المزيد من التحفيز في ظل انكماش التضخم البالغ 0.3 في السالب، في ظل ارتفاع عدد الإصابات، فبالتالي نشاهد الدولار مقابل الين على ارتفاعات. أيضا بالنسبة العملات الأخرى، اليورو ما زال عم يسجل، نحن بنشوفه في اتجاه هبوط وما زال التراجعات مستمرة، 1.16 شاهدناها، وما زالت قوة الدولار تلعب الدور الرئيسي. يعني أستاذة لينا، ما هي أسباب التراجع الواضح في أسعار اليورو؟ هل الانتخابات الألمانية تركت أثر كبير على أسعار اليورو عالميا؟ نعم أكيد، الانتخابات الألمانية لها تأثير على تحركات اليورو، وأيضا قوة الدولار الأمريكي تلعب دور رئيسي، فأي انتخابات نشاهدها بأي منطقة تلعب دور رئيسي وأساسي في تقلبات العملة عملة البلد. فنلاحظ اليورو سوف نشاهد التقلبات والتذبذبات، لكن الاتجاه عمومي هبوطي نتيجة قوة الدولار أو مؤشر الدولار نحو الارتفاع. نعم، يعني بالعودة بالحديث على عوائد السندات الأمريكية، كما لاحظنا هناك بعض التصريحات من الفيدرالي الأمريكي، كما نلاحظ أعضاء من الفيدرالي الأمريكي تصريحات يعني تتحدث حول أسعار ومعدلات التضخم، وأيضا عن الانخفاض الواضح يعني من المتوقع تخفيض الأصول ومشتريات الأصول. هذه العوامل جميعها هل يعني لا تزال تسيطر على أسعار الدولار يعني في المستقبل القريب؟ هل نشهد أيضا ارتفاعات متتالية؟ نعم طبعا، يعني سوف يلعب ارتفاع يستمر في الارتفاع، وخاصة أنه في يعني ارتفاعات أسعار النفط تشعل مخاوف التضخم من جديد، فبالتالي يجب أن هناك يكون تحركات وتوقعات أنه يكون في رفع لأسعار الفائدة في عام 2022، هذا ما قاله جيروم باو في آخر اجتماع للفيدرالي الأمريكي، بلس أو زائد أنه نترقب بيانات الاستهلاك في أمريكا ومؤشرات مديري المشتريات من الصين. يعني سوف نرى كيف سيكون مصير الدولار مع أجندة اقتصادية هذا الأسبوع، سنترقب أيضا إعانات البطالة الأسبوعية يوم الخميس، فكلها لها تأثيرات تلك البيانات الاقتصادية على تحركات ومؤشر الدولار الأمريكي. فارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية يظهر هناك تفاؤل، ويحتسبون تحتسب الأسواق تقليصات لبرنامج شراء الأصول، فسوف نشهد المزيد يظهر من الارتفاع في هذه الفترة المقبلة للدولار الأمريكي في حال تم التقليص كما هو معتاد في نوفمبر، فبالتالي سيكون له تأثير على سوف يكون له تأثير على الدولار الأمريكي إيجابي. في حال تم تأجيل أو تقليص برنامج شراء الأصول فسيكون هناك خطوة سيكون له تأثير سلبي على مؤشر الدولار الأمريكي.
نعم سيد لينا، كما لاحظنا بأن هنالك أيضا يعني الذهب تأثر بشكل كبير في هذه المعطيات التي تفضلت فيها، ونلاحظ بأن مستويات التراجع كل ما فيها يعني استمرار واضح إلى مستويات 1700 وما دون ذلك. يعني ماذا عن أسعار الذهب؟ ما هي التوقعات حاليا؟ طبعا بالنسبة للذهب خسائره امتدت لأكثر من 3%. الدولار بالفعل يضغط على المعدن الثمين، متوقع أنه طبعا نتيجة يعني ارتفاع الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بالتالي نشاهد هذه التراجعات على أسعار الذهب. تقليص برنامج شراء الأصول أهب لذلك في نوفمبر، هذا ما يضغط على أسعار الذهب. أتوقع أنه المزيد من ربما نشاهد بعض الانخفاضات أو التذبذبات على أسعار الذهب لحين تظهر المستجدات الاقتصادية وبيانات الاقتصادية المهمة التي تلعب دور رئيسي في تحركات أسعار الذهب. لا أستبعد المزيد من الانخفاض في أسعار الذهب في هذه الفترة لحين ظهور أي مستجدات اقتصادية. نعم، محلل أول للأسواق المالية لينا قنوع، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا لك.